السلام عليكم ورحمة الله طلاب الأعزاء. الآن عندنا ما زلنا في الشابتر للشابتر البيبر باور سايكل، وعندنا السمبل ايديال رانكن سايكل بسيطة، يعني بدون أي ديفلوبمنت ما مسوي لها. فالسؤال يقول: A steam power plant operates on a simple ideal Rankine cycle between the pressure limits of 3 ميجا باسكال and 50 كيلو باسكال. يعني عندي ضغطين، احنا مو قلنا هي بتثبت الضغط، فبيها ضغطين. ضغط الواطئ يكون 50 كيلو باسكال، لاحظ الوحدة بالكيلو باسكال، والضغط العالي بالثلاثة ميجا باسكال، يعني اذا تحول الكيلو يصير 3000، يعني ما بين 50 كيلو باسكال و3000 كيلو باسكال الضغط الادنى والاعلى للمحطة. The temperature هذا of the steam of the turbine inlet is 300 centigrade، اللي هو وين؟ في نقطة رقم 3، اللي هي دائما نقطة رقم 3 تكون عندي super heated. لاحظ and the mass flow rate of steam through the cycle is 35 kilogram per second. بالتالي هاي بنطاني الكتلة بالثانية، هذا أكيد يعني إنه الناتج أكو شيء يريده من عندي بالواط، يعني صار بالثانية، فبالتالي راح يكون ناتج جول، بدل ما جول على كيلو غرام يصير راح يصير جول بالثانية. فلاحظ وياي هنا ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك الناتج بالواط، فأكيد راح يريد من عندي إما شغل أو مشاكل. خلينا نشوف السؤال. يقول show the cycle on a TS diagram، لازم تتعلم شلون ترسمها، لأي دورة يجيك إياها أو سؤال لازم تعرف شلون ترسمها على TS diagram. هذا TS diagram قدامك، أوكي، with respect to saturation lines، يعني بالنسبة إلى هذا saturation line، هذا بدي أشوفه، هذا لازم تعرف شلون ترسم هذه ال plant power plant and determine A the thermal efficiency of the cycle. أوكي، هاي سهلة ماكو مشكلة، اللي هو قانونها الجنرال معلوم، واحد ناقصا كيو اوت على كيو ان او عبدلات الشغل، وبي ذا نت باور اوت بوت اوف ذا باور بلانت. قلت لك راح يريد من عندنا شنو الشغل الصافي الخارج، بالتالي الشغل لازم ما دام انطاني الكتلة اذا لازم يكون بالواط، ما يكون بالكيلو جول لكل كيلو غرام، لان انطاني هنا الكتلة اللي هي الكتلة بالتدفق مع الزمن، اللي هي الدوت ام دوت وليست ام ام دوت الماس فلو ريت. لاحظ كيف راح احلها؟ راح ارسم هاي الدورة والاحظ من خلال رسمي للدورة عندي تو بريشرز، هذا الماكسيمم وهذا المينيمم، اوكي؟ لاحظ ومنطيني هنا ماكسيمم تمبرتشر، هذا كل اول انفورميشن اللي منطيني اياها، حيث الماس هاي ما استخرج منها شيء، خلي ببالك هاي الماس فلوريت يعني ما راح استخرج شيء من عندها، هاي بالاخير راح تفيدني انه اطلع الناتج بالواط ما دام هو منطيني اياها. طيب اذا من خلال ثلاث بيانات لازم اوجد كل الاتش الانثالبي، ليش؟ لان من خلال الانثالبي راح اقدر استخرج كل المطالب اللي هو اللي يريدها، كيو ان كيو اوت دبليو اوت كلها راح اقدر استخرجها من خلال الاتش، لان قلنا احنا بالنسبه للفيبر باور سايكل تعاملها مع الانثالبي الاتش، بينما الجاز باور سايكل كان تعاملها بالتي بالتمبرتشر، فحتى تفرز بيناتهم يعني سي بي والسي في. اذا هنا شو راح احل هاي المساله؟ لاحظوا وياي راح ابدي دائما في نقطه رقم واحد. ليش ابدي بنقطه رقم واحد؟ نقطه رقم واحد ما بها اي تعقيد، السبب لاحظوا وياي في نقطه رقم واحد دائما تكون على الليكويد ساتوريشن لاين، يعني الاكس قيمته صفر، يعني اي قيمه هنا من القيم الاس الاتش الفي كلها تكون فلويد، يعني بيور فلويد، لان ما عندي اي شيء استيم بيها، اي فيبر ماكو، فبالتالي ما بيتعبني، راح اي قيمه حتى اخذها دايركتلي اخذها شنو هي بس الفلويد، لا فلويد جاز ولا جاز ما عندي هنا كله فلويد. ففي النقطه رقم واحد راح اوجد ال H1، H1 ما راح يدوخني، H1 يقول عند هذا ال 50 كيلو باسكال هو اتش فلويد. خلينا نشوف هل هذا الكلام صحيح؟ راح نروح وين؟ على الستيم تيبل. الستيم تيبل هذه لاحظوا وياي اروح الجدول الثاني اللي هو اول عمود يكون البريشر وليس التمبرتشر، والعمود الثاني هو التمبرتشر، فعند ال 50 كيلو باسكال هاي وحداتها طبعا هنا عند 50 كيلو باسكال منطيني الساتوريشن تمبرتشر حاليا ما احتاجها، احتاج من عندك شنو؟ لاحظ وياي احتاج عندك الانثالبي، وين الانثالبي هذا؟ هذا الانثالبي قلنا لا الاتش جاز يفيدني ولا اتش فلويد جاز، احتاج شنو؟ اتش فلويد، اتش فلويد مقداره 340.37، فعلا فعلا 340.54، وطبعا قلت لك هو يعتمد على يعني الستيم تيبل خاص بي، ربما هذا مقارب له، ووحداته هو كيلو جول لكل كيلو غرام. اوكي طيب الحجم النوعي اللي هو السبيسيفيك فوليوم
اللي هو بوحدات المتر مكعب على الكيلوغرام، ايضا يساوي لقيمه الفلويد. لاحظوا وياي، اتخذنا احنا الاتش، خلينا ارجع هنا أنا اخذ الفي فلويد. وين الفي فلويد؟ هذه اللي عند النظيره ال50. اخذ الفلويد، لا عندي غاز ولا عندي فلويد غاز، عندي بيور فلويد. فاخذت المحتوى الحجم النوعي هو هذا، اذا تشوفه صار عندي هذا الحجم النوعي. طلعت يعني تو ديتا اللي هو الاتش 1 والفي 1، وكلاهما يمثلان الفلويد فقط. شو استفاد؟ قلنا قانون الشغل مال مضخه مال بامب، الدبليو مال بامب يساوي الحجم النوعي مضروب في البريشر، والوحدات اشتقيناها في وقتها وطلعنا الناتج هو بمقدار الجول لكل كيلوغرام. طيب فهذا القانون الفي محتوى، ناخذ المحتوى الاول في نقطه رقم واحد، لان بين واحد واثنين الحجم النوعي، اقصد عفوا الحجم النوعي اللي هو الفي، هو بين واحد واثنين الحجم النوعي يكاد يكون يعني اكزاكت ذا سيم، اكزاكت يكون ذا سيم. ليش؟ لان قلنا دائما احنا في مرحله الليكويد لا يوجد عمليه تمدد وانضغاط في حجم الفلويد، دائما الفلويد لا يتم التغير او الليكويد لا يتغير حجمه النوعي، فيكون نقطه واحد واثنين، واحد واثنين ابدا ما عندي غاز، كله ليكويد. فبالتالي اي تغير حتى لو زيد لي بالضغط، حتى لو زدت الضغط من ال 50 كيلو باسكال الى ال 3000 كيلو باسكال، فالحجم النوعي يكاد يكون نفسه، التغير جدا طفيف فيهمل. فبالتالي احد الطلاب سالني، اني في هاي المعادله استخدم يا حجم نوعي واحد لو اثنين، هو واحد هو نفسه اثنين واثنين هو نفسه واحد، ليش؟ لان لا يوجد تغير بالحجم السائل، حجم السائل يبقى ثابت مهما غيرت بالضغط، اوكي، لان هو انكومبريسبل فلويد. فان شئت اخذت واحد وان شئت اخذت اثنين نفس الشيء. والبي 2 والبي 1 هو منطيني اياه بالسؤال، في 1 اني هو نفسه هذا هسه استخرجناه، اذا طلع عندي شغل المضخه، شغل المضخه يطلع عندي تقريبا 3 كيلو جول لكل كيلوغرام. هسه هذا اذا اضربه بالماس فلو ريت ينطيني اياه بوحدات الواط، يطلع ايش قد يصرف، تصرف هاي المضخه قدره بوحدات الواط. طيب زين، السؤال في نقطه رقم واحد اوجدت الاتش، ليش؟ لان انا عندي البريشر معلوم والتمبرتشر هي الساتوريشن تمبرتشر، لكن هنا أنا في النقطة رقم اثنين لاحظوا وياي، البريشر معلوم لكن النقطة رقم اثنين ليست عندي الساتوريشن تمبرتشر، في نقطة أخرى لا أعلمها، في أي تمبرتشر أنا ما أدري، اكو تمبرتشر هنا أنا هو ما انطاني إياها. بالتالي طيب شلون راح أوجد ال H2؟ غالبية الأسئلة راح أشوفها راح نستخرج ال H2 في بهذه الطريقة التالية اللي راح تشوفها. H2 دائما مجهولة الهوية، لا يمكن إيجادها لأن هي تكون دائما البريشر معلوم لكن تمبرتشر مجهولة. فشو راح اوجد الاتش بهالحاله؟ اجي اقول من نفس شغل المضخه، المضخه لها قانونين، قانون في 1 دلتا بي وقانون هو اتش 2 ناقص اتش 1. معلومه هنا أنا. هسه اذا اريد اوجد شغل المضخه دبليو ما نختلف بها كالمعتاد اللي تعودنا عليه هو اتش 2 ناقص اتش 1، وشغل التوربين اتش 3 ناقص اتش 4. اوكي اذا هنا ايش راح اقول؟ اقول اذا دبليو يساوي اتش 2 ناقص اتش 1، فاذا اخلي الاتش 2 هي على اليسار تصير هاي المعادله بسيطة التحويل مالتها رياضيات. فبالتالي عندي ال H1 معلومة، هي هاي ال H1 استخرجناها، والشغل مال البامب استخرجناه قبل شوية، حسبناه عفوا مو استخرجناه، حسبناه، فأضيف على ال H1 ويطلع لي من هو H2 أعلى بقليل من ال H1. H2 دائما تكون أعلى بقليل من ال H1 بسبب أنه أني في منطقة ليكويد، لا يكون هناك تغيير لا بالاتش ولا بالحجم النوعي، الشيء القليل يعني يصير. Alright؟ اوكي، هسه اوجدنا اتش 1 و2 ما عندي بها مشكله، بقى عندي اوجد لي اتش 3 واتش 4، خلاص السؤال كله انحل. شلون اوجده؟ في نقطه رقم 3، هاي خلاص هسه خلي امسح كل هذا واجي الى نقطه رقم 3. في نقطه رقم 3 منطيني البريشر تمام، ومنطيني التمبرتشر، ياتها اقصى تمبرتشر هي الانلت مال التوربين، منطيها 300 سنتيغريد. اوكي مندوخ، اروح على الجدول الثالث اللي هو ابو سوبر هيتد، واروح في اجمع اسوي كونكشن ما بين بريشر مقداره 3000 كيلو باسكال او 3 ميجا 3000 كيلو باسكال او 3 ميجا باسكال نفس الشيء، وما بين هاي التمبرتشر، اسوي كونكشن بيناتهم واوجد قيمه الانثالبي، هي انثالبي واحده لان كلها غاز، ما عندي فلويد او كذا، هو كله غاز، وايضا اوجد قيمه الانترابي احتاجها. ليش تقول لي احتاج الانترابي؟ لان الانترابي دائما في نقطه رقم 3 هو نفسه وين؟
نعم هو نفسه في نقطة رقم 4 صح؟ إذا أوجد لي إياها، خلينا نروح. راح أروح فجر لا تنسى 3 ميجا باسكال، فرشة 300، 3 ب 300. وين أروح؟ أروح إلى الجدول اللي بيه شنو سوبر هيتد. الآن هذا عندي هسه جدول السوبر هيتد فيبر تيبل، وأحتاج إلى بريشر مقداره 3 ميجا، وبما أن الوحدات هي هسه لاحظ هي ميجا، إذا أوكي ما دوخ، أروح إلى أبحث عن بريشر مقداره 3 ميجا، هذا 0.5 0.6 أنزل ما زلت أنا بعيد، هي هذا 3 ميجا، تمام. التمبريشر عندي مقدارها 300، هاي ال 300 جميل جدا. شو اللي تريده من عندي؟ ريدك من عندك شغلتين، الاتش هذا مقداره والانتروبي هذا مقداره. خلينا نشوف هل هو ماخذ نفسه 2994 بالنسبه للانتروبي. نروح قال لي اتش 3 فعلا هياتها 2994.3 والسالبي، والانتروبي 6.5 فعلا هي 6.5، نعم 6.54 تمام. اذا هسه اوجدنا قيمه الاتش 3 والاس 3، من خلال الاس 3 هذا اللي تشوفونه، اس 3 راح انزل نحو الاسفل حيث ان البريشر 50، لاحظ البريشر قد 50 كيلو باسكال والانتروبي 6.5. هاي القيمتين احاول اربط بيناتهن، فاقول 50 بريشر واس مقداره ايش قد 6.54، راح اوجد من عنده شنو هو؟ اوجد من عنده مقدار الاكس، الاكس اللي هو شنو هو هذا؟ الاكس هو الدراينس فراكشن. مين اجيبه؟ اكيد انا ما راح ابقى بالسوبر هيتد، راح ارجع الى جدول الثاني. جدول الثاني شنو بي؟ خلينا نشوف. لاحظ وياي راح ارجع الى القيمه 50، هاي القيمه 50. في هاي النقطه بريشر 50 والانتروبي، لاحظ وياي اخر ثلاث قيم. هذه الانتروبي مثل ما تشوفها اس فلود. فاني عندي الاس. طيب اذا انا عندي الاس، طيب الاس الاكس ايش قد قيمتها؟ ومعلوم عندكم انه الانتروبي شو يساوي؟ راح نشوف ونحسبه. الانتروبي يساوي الانتروبي للفلويد زائدا اكس مضروبه في الانتروبي للفلويد غاز، اوكي؟ اذا معناته انا احتاج هسه هذه القيمه للفلويد، واحتاج هذه القيمه اللي هي 6.5، يعني الواحد مع 6.5 احتاج الانتروبي فلويد غاز، واستخرج من عندها من هي؟ قيمة منو؟ قيمة الاكس، حيث ان لاحظ وياي اذا تذكر الانتروبي شو يساوي؟ اي فانكشن، يعني انتروبي الحجم النوعي اتش، والانتروبي لحالة الفلويد اجمع معاها الاكس في نقطة يا النقطة 3، في نقطة رقم 3، اوكي؟ عفوا اسف 4، اللي كانت في سؤال اخر نقطة رقم 3، في نقطة رقم 4، اوكي؟ مضروبا في منو؟ في الاس فلويد غاز، الاس فلويد غاز، طيب؟ فالاس فلويد هسه هنا، فهاي المعادلة، طيب الاكس ايش راح يساوي؟ اريد قيمة الاكس في النقطة رقم 4، ايش تساوي؟ هاي راح تصير عندي كالتالي، هي الاس ناقصا الاس فلويد مقسوما على من هو اس فلويد غاز، اوكي؟ هذه صارت عندي، واللي هي هذه تشوفوها المعادله هي نفسها. استخرجنا قيمه من هو؟ قيمه الاس الاكس في النقطه رقم 4، اوكي؟ وطلعت مقدارها 83%. هذا شو استفاد من عنده؟ في نقطه رقم 4 من اوجدت لي قيمه الاكس هنا، انا اريد منك الاتش. طيب هاي الاكس تخدمني؟ نعم. راح ارجع الى نفس النقطه من خلال جدول الستيم تيبل، وعندي اتش فلويد وعندي اتش فلويد غاز، والاكس استخرجته من خلال الانتروبي الثابت بين 3 و4، اوجدت الاكس. اذا من 3 و4 شنو اللي يخدمني؟ يخدمني اطلع بس الاكس، اوجدت قيمه الاكس، عوضها في معادله الاتش وتستخرج لي اتش رقم 4. اذا صار عندي اتش 4 موجود، هذا اتش 3 موجود، اتش 2 موجود، اتش 1 موجود، انتهت عمليات الاحتساب اللي هو او الاستخراج، خلينا نسميها عمليات الاستخراج. القيم والبيانات كلها صارت قدامي، كلها جيفن، صارت كلها جيفن. الان انتقل الى الكالكوليشن، لذلك قال لك داس. الان شو اسوي؟ كيو ان طبعا ما راح نختلف هياتها، قال كيو ان هياتها اتش 3 ناقصا اتش 2، لان 3 اعلى من 2، اوكي؟ تطلع لك بوحدات الكيلو جول لكل كيلوغرام، واذا اضربها بالماس فلوريت تطلع بوحدات الواط،
رايت. الكيو اوت راح تقول لي بين 4 و1، وهاي قيمتها هي موجوده، والدبليو نت بين 3، عفوا 3 و4 هو مال توربين، والاثنين و1 للكوم البرجر مال البامب، فتطرح ما بيناتهم الصافي يطلع لك هو دبليو نت، او هي نفسها كيو ان ناقص كيو اوت نفس الشيء نفس المعادله، الدلتا بيناتهم ينطيني شنو هو الدبليو نت. وبما انه اني منطيني الام دوت، يا تشوف هذه الام دوت لاحظ وياي، حولها بس مجرد هاي القيمه هذه اجى حولها بدلاله من هو بدلاله الواط وليس بدلاله الجول لكل كيلوغرام، ضربها بالام دوت. طيب الافشنسي هاي المعادله الجنرال المعروفه عندك مجرد ابلكيشن مو اكثر، واحد ناقص كيو اوت على كيو ان وتطلع لك الكفاءه 27%. انت كمهندس اريد يعني تستشف، لا عبالك يعني محطات توليد طاقه كفاءتها 90% 80%، لحظه هاي المحطه طلعت 27% صافي الشغل اللي ينطيني اياه الكفاءة مالتها 27%. خلي في بالك احنا ما محتسبين لحد الآن الخسائر اللي يصير ما بين الأنابيب ما بين كل يونت وأخرى، لو ندخلها حتى 27% تنحدر وتقل أقل من هاي القيمة، ربما تصفن فد 24 23% أو ما دون ذلك. فلاحظ أنه خسائر تكون عندنا كلش كبيرة والكفاءات قليلة لهذه المحطات وغيرها بسبب الخسائر الموجودة في الطبيعة اللي لا يمكن التغلب عليها. هذا حقيقة السؤال، أي استفسار أي غموض في شرح السؤال أتمنى تتركوا لي تعليق وكومنت في المرفق لهذا الرابط، وأترك أيضا لكم هذا الهومورك أتمنى تحلوا لي وترسلوه as assignment على الجوجل كلاس روم. أنتظر منكم الإجابة في مدة أقصاها 3 أيام حتى نقيم الدرجات ومن ثم ننتقل إلى الموضوع اللي بعده. شكرا جزيلا والسلام عليكم.